يسقط يسقط للانقلاب يسقط يسقط للانقلاب يسقط لحظه يا علاء خلي تعدل هنا لحظه اسمع شويه يا شباب يسقط يسقط للانقلاب يسقط يسقط للانقلاب مش يعمل اسد خلي لحظه بله اسمع يا جماعه يا سيدي ده خلي تعدل في نجيب سامحونا ما نخنخوا كلمة يا سرياب سرياب يا سرياب سرياب أمان خليه خليه سرياب برو سيد أحمد خلينا نصوره برو سيد أحمد يا سيد أحمد يا سرياب وحدة وحدة وطنية وحدة وحدة وطنية جيبوا منا ما تهمناش أي أي سرياب وحده وطنيه اما بالله سامحني ربي سامحني امان خليني نصور امان سي راشد شوي رياض رياض المشكل ليس مشكل الغنوشي المشكل مشكل تونس التي تعرضت لانقلاب شنيع جعلها في خطر امام خطر المجاعه وخطر التفرق الوحده الصف الوطني. هل تعتبروا انه تخويف للمعارضه كثره الايقافات وكثره التحقيقات؟ هذه كلها هذا الاستهداف السياسي للمعارضه هو يتم بملفات فارغه لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا الاستهداف مش مش يحل مشكلات تونس الاقتصاديه، مش مش يحل مشكل المديونيه، مش يحل اي مشكل من مشكلات البلاد الحقيقيه. هذا تمويه وصرف الناس صرف الشعب التونسي عن مشكلاته الحقيقيه. مشكله تونس في الانقلاب، مشكله تونس في الدكتاتوريه، مشكله تونس في تغييب الاحزاب ومحاوله السيطره على الصحافه. المشكل اليوم ما هوش مشكل غنوشي لأنه المحالين على المحاكمات الزائفة من مختلف الاتجاهات صحفيون ورجال أعمال ومحامون ومفكرون وسياسيون من مختلف الاتجاهات. نحن على يقين من أن شعب تونس اللي عمل الثورة المباركة سيستعيدها إن شاء الله وسيستعيد دستوره وستنتصر تونس. تحيا تونس، تحيا الوحدة الوطنية، تحيا حركة النهضة، تحيا جبهة الإخلاص الخلاص الوطني، تحيا الديمقراطية. معركة تونس هي معركة بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية. اليوم الصفوف أصبحت واضحة، فمن مع تونس من مع الديمقراطية ومن مع الانقلاب ومع الإرهاب. أنا الآن مش المرة الأولى التي أحال فيها على قطب مقاومة الإرهاب، ولكن هذا كله توظيف. أنا قضيت 50 سنة وأنا أدافع عن الديمقراطية وعن علاقتها بالإسلام وأفند كل أساس للإرهاب. اليوم بملفات مفبركة نجد أنفسنا أمام قطب قضائي مع لا علاقة لنا به إلا أننا في عهد الترويكا وجدنا هذا القطب لمقاومة الإرهاب. نحن اليوم إذن في أمام توظيف سياسي للقضاء. نحن ندعو النيابة العمومية أن تلازم الحياد وأن تلازم العدل ولا تقبل أن توظف لصالح مآرب سياسية
مصادرة حزب سياسي فشلوا في مواجهته بالوسائل السياسية، فاليوم يريدون توظيف القضاء وإحالتنا على قطب الإرهاب وما عندناش علاقة بهذا الموضوع. طيب شكرا لكم. يا ليلى يا شفاك وين غنوش إلي وهاب، يا ليلى يا شفاك وين غنوش إلي وهاب، يا ليلى يا شفاك. سريع 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 دوري يا وحدة وطنية، يا ليلى يا شفاك وين غنوش إلي وهاب، يا ليلى يا منوش واحدة وطنية. عطيني سؤالك يا مراد شنيا.